أهلا بكم في حلقة جديدة من سوريا اليوم، وفيها الحزبان الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب يطرحان مشروع قانون الكبتاجون 2، وبرنامج الأغذية العالمي يعلن عن تخفيضات إضافية في المساعدات الغذائية للاجئين السوريين. في محورنا الأول، تتعالى الأصوات وتزداد داخل الكونغرس الأمريكي ضمن جهود مستمرة لمكافحة كبتاجون الأسد، مع طرح الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون الكبتاجون 2، والذي يمنح الحكومة الأمريكية صلاحيات جديدة لفرض عقوبات على النظام وحزب الله وجميع من يشترك أو ينشط في الإتجار بالكبتاجون أو بتصنيعها أو بتهريبها أو بتحويل الأرباح الناجمة عنها. فما تداعيات هذا القانون؟ وهل سينجح في كبح لجام الأسد زعيم العصابة الدولية للإتجار بالمخدرات بحسب وصف رعاة القانون من الحزبين؟ أما في محورنا الثاني، ننتقل إلى الأردن وإلى معاناة جديدة للاجئين السوريين هناك بعد قرار برنامج الغذاء العالمي تقليص المساعدات الغذائية المقدمة لهم بدعوى نقص التمويل، رغم أن حاجة اللاجئين تفرضها الأولويات. يخفض برنامج الغذاء العالمي قيمة المساعدات في مخيمي الزعتري والأزرق بمقدار الثلث بعد استثناء تدريجي لآلاف اللاجئين وتوجيه الدعم للأسر الأشد فقراً. لكن ما بين الواقع السياسي والواقع الإنساني قد يضيع كثير من الحقوق. أهلاً بكم في سوريا اليوم. طرح الحزبان الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون الكبتاجون 2، وذلك بعد إعلان الحكومة الأمريكية عن استراتيجيتها لمكافحة تجارة الكبتاجون في حزيران الماضي. وقال محمد غانم عضو التحالف الأمريكي لأجل سوريا في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر إن مشروع القانون الجديد يهدف لمنح الحكومة الأمريكية صلاحيات جديدة لفرض عقوبات على نظام الأسد وحزب الله وشبكاتهما وجميع من يشترك أو ينشط في الإتجار بمخدرات الكبتاجون أو بتصنيعها أو بتهريبها أو بتحويل الأرباح الناجمة عنها. وأردف أن رعاة مشروع القانون وصفوا بشار الأسد بأنه زعيم عصابة دولية للإتجار بالمخدرات. قانون مكافحة الكبتاجون الذي دخل حيز التنفيذ في حزيران الماضي بعد مضي 180 يوما على إقراره وتوقيعه من قبل جو بايدن في 23 من كانون الأول من عام 2022 له قصة طويلة نتعرف إليها في هذا التقرير. ارتكب الجريمة تلو الأخرى وتنوعت أساليبه في إيذاء النفس البشرية، اجتاز الحدود والبحار مستخدما الحيل لإيصال تجارته التي تعد الأكثر بشاعة في العالم إلى دول المال والثروات، حتى لقب بملك الكبتاجون وحول سوريا إلى دولة للمخدرات. فما أكثر ما قيل وما أكثر ما صور من مشاهد لشحنات هنا وهناك، وهو على ما يبدو جعل الولايات المتحدة تدق ناقوس الخطر على اعتبار أن تجارة الكبتاجون تشكل تهديدا أمنيا عابرا لحدودها الوطنية، حيث أقر الكونغرس بمجلسيه مشروع قرار يضع استراتيجية أمريكية لوقف إنتاج المخدرات والإتجار بها وتفكيك الشبكات المرتبطة بنظام بشار الأسد. وتمكن المشرعون من دمج المشروع بموازنة وزارة الدفاع لعام 2023 التي أقرها مجلس الشيوخ بدعم 83 سيناتورا ومعارضة 11، ووقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا ساريا بعدها ويدخل حيز التنفيذ. عراب القانون النائب الجمهوري فرانشيل قال في لقاء خاص مع تلفزيون سوريا إن قانون الكونغرس الأمريكي سيوقف تهريب المخدرات التي يديرها النظام في المنطقة ضمن استراتيجية بالتعاون مع شركاء واشنطن في الخليج العربي وأوروبا.
يقوم القانون على تعطيل الاتجار بالكابتاغون بتعاون العديد من فروع الحكومة الفيدرالية الأمريكية، ومنها وزارة الدفاع والخارجية والخزانة ومكتب المخابرات الوطنية وإدارة مكافحة المخدرات، إلى جانب وكالات فيدرالية أخرى وفق استراتيجية تقدمها هذه الإدارات مجتمعة. وتلعب الدبلوماسية الأمريكية والمؤسسات المتعددة الأطراف دوراً فعالاً في ممارسة ضغط اقتصادي على حكومة النظام وتعطيل البنية التحتية لشبكات المخدرات المرتبطة بالأسد، إلى تحركات على الأرض من خلال تقديم الدعم للحلفاء من دول المنطقة الذين يتلقون كميات كبيرة من الكابتاغون. تشمل هذه الدول الأردن ولبنان ودول الخليج المتحالفة مع الولايات المتحدة. ويحث المشرعون الإدارة الأمريكية على توظيف نظام العقوبات بشكل فعال، بما فيها عقوبات قيصر لاستهداف شبكات المخدرات التابعة لنظام الأسد. وتشمل الاستراتيجية حملة علنية لتسليط الضوء على علاقة النظام بالاتجار غير المشروع بالمخدرات، ولائحة بالدول التي تتلقى شحنات كبيرة من الكابتاغون، وتقييم قدراتها وفرص المساعدة الأمريكية لجهود تلك البلدان في مكافحة المخدرات، إضافة إلى تقييم قدرات هذه الدول على وقف عمليات التهريب وتوفير المساعدة وبرامج تدريبية لهذه الدول لتعزيز قدراتها على التصدي لعمليات التهريب. ترى واشنطن في تصنيع وتجارة الكابتاغون حافزاً إضافياً لإصرارها على عدم التطبيع مع بشار الأسد، لا بل تصرح بشكل مستمر برفضها محاولات إعادة استيعابه وتأهيله أمام العالم. فهل يحقق قانون الكابتاغون أهدافه في الضغط على الأسد وحصاره ومنعه من كسب مزيد من المليارات؟ ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي عمر كوش. مرحبا بك سيد عمر. وأيضا ينضم إلينا الدكتور زكي لبابيدي، عضو مجلس إدارة تحالف المنظمات السورية الأمريكية من أريزونا. مرحبا بك دكتور زكي. لعلني أبدأ معك لنفهم أكثر سبب طرح قانون الكابتاغون 2 والفرق بينه وبين قانون الكابتاغون الأول. الحقيقة الطرح لتنفيذ قانون الكابتاغون الأول ومراعاة بعض النقاط اللي ما وردت بالقانون الأول، وأهم شيء هو التنفيذ. طبعا شاهدنا شلون الهجمة الأردنية على تاجر مخدرات بجنوب السوري قبل شهر تقريبا أو أكثر. هي يعني تجارة المخدرات صار لها فترة كبيرة بسوريا، لحد ما تسمى يعني ما يسمى بالرئيس سوريا، صار اسمه ملك الكابتاغون بالعالم. يعني صار تاجر مخدرات محترف هلا هو. فالهجمه هي ما اجت الا بعد تمرير القانون، ولو انه ما اخذ حيز التنفيذ وقت صارت الهجمه، بس كان القانون طلع. وممكن الاردن تتذرع بالقانون الامريكي لمهاجمه تاجر مخدرات من الشكل هذا اللي عم يهرب المخدرات للأردن. إن شاء الله أن يكون التطبيق يعني يكمل وتم. وطبعاً تعرفي أنت وذكر بالتقرير أنه في استراتيجية انطرحت من أكثر من 6 إدارات بالحكومة الأمريكية للتعاون بين الإدارات وبين الدول المجاورة لسوريا لمنع مو بس يعني نقل الكابتاغون، بس منع تصنيع الكابتاغون. فأنا بتوقع أنه ما بستغرب أبداً أنه يصير في هجمات على مصانع الكابتاغون. يعني هجمات عم تصير كتير على الأراضي السورية ضد الإيرانيين وضد المصانع هاي. إن شاء الله نشوف أكثر لتروح التجارة وليوقف نظام يستفيد من المصاري تبع المخدرات لقتل الشعب. وبالتالي إذا كابتاغون 2 لإعطاء صلاحيات أكثر للولايات المتحدة وحلفائها لردع ربما النظام أو إيقاف تجارة وصناعة المخدرات في آن معا. دعني أترك التعليق لضيفي في الاستوديو إذا دكتور عمر، دكتور زكي للسيد عمر كوش. يعني هناك من يقول لماذا يكون هناك قانونين للكابتاغون، وهل هناك أصلا ثغرات بالقانون الأول ليكون هناك قانون آخر، أم أن الكابتاغون هو أكثر ما يزعج الولايات المتحدة اليوم أكثر من ملفات كثيرة اليوم ينتهكها أو يقوم بفعلها النظام؟
بداية مساء الخير للجميع. أنا باعتقادي هذا القانون كبتاغون 2 هو مكمل للكبتاغون 1، لأنه كبتاغون 1 كان يطالب الحكومة بوضع استراتيجية لمكافحة المخدرات عبر الوكالات الأمنية، بمعنى عبر الوكالات الأمن الفيدرالي الأمريكية لتحديد الشبكات ومن هم يقومون إلى آخره، ولم يتضمن عقوبات مباشرة على من يقوم بتصنيعها، بمعنى على النظام السوري وعلى الاتجار بها وتهريبها إلى الدول المجاورة. القانون الجديد حسب نصه الأولي يطالب الحكومة بفرض عقوبات على النظام الأسد وعلى الميليشيات الإيرانية التي تقوم طبعا بإنتاجها وتشارك النظام بإنتاج وتهريب المخدرات. ونتمنى الحقيقة، لا أعرف إذا كان نص القانون يسمح للحكومة مثل ما تفضل الدكتور زكي بأن تقوم بهجمات على مصانع الكبتاغون، إذا كانت هناك عمليات عسكرية ضد مصانع الكبتاغون عبر القصف الجوي أو عبر عمليات خاصة، فهذا يعني أن القانون سيكون بالفعل يعني يشكل رادع، لأن القانون الأول الحقيقة لا يرتقي إلى مستوى الردع، إنما على مستوى تحميل المسؤولية لنظام الأسد وميليشيات الإيرانية وحزب الله، وطبعا اتخاذ إجراءات لم تحدد. الآن القانون المفترض يعني طالما هناك فرض عقوبات وأيضا بالتعاون مع الوزارات الخارجية ووكالة الأمن الفيدرالي ودول الجوار، يعني هذا يعني أنه تشكيل شبكة أمنية لتحديد المصانع وتحديد من ينتجها وأين هذه المواقع، وبالتالي يمكن أن يتطور الأمر إلى عمليات عسكرية أيضا، وهذا هام جدا الحقيقة. سأعود إليك على يعني كل ما له علاقة بالعقوبات الأمريكية وما مدى نجاعتها، ولكن اسمح لي أن أعود مجددا دكتور زكي. قبل فترة صدرت قائمة من الأسماء تثبت تورط كثير من الأسماء، منها من آل الأسد، مثل على سبيل المثال سامر كمال الأسد، وسيم بديع الأسد، خالد قدور، أسماء كلها يعني قريبة من ماهر الأسد، قيل أنها واجهة تجارية معروفة وأثبتوا تورطهم بتجارة المخدرات وصناعتها في سوريا. عندما تصدر مثل تلك الأسماء وتصدر عليها عقوبات، هل فعلا يكون هناك أثر لهذه العقوبات على أسماء بهذا الحجم؟ الأثر طبعا، لأن بيحاولوا أنه يخبوا مصاريهم بشركات تانية، يعني مثل لعبة الفأر والقط، يعني أن العقوبات بتطلع على شركات معينة هن بيملكوها، بيسكروا الشركات، بيفتحوا شركات جديدة، ترجع العقوبات على الشركات الجديدة وأهل المجر. الشغلة الثانية طبعاً وقت يكونوا مطلوبين سفرهم لبلاد معينة ما بيقدروا يسافروا، يعني مثل قاعدين بالسجن، في بلاد معينة بيقدروا يسافروا لها أمينين كل شيء، في بلاد ما بيقدروا يسافروا لها وإلا بيعتقلوهم. فكل هذا الضغط على الناس هدول اللي هم مفكرين حالهم يعني أمراء بسوريا وملوك وبيتصرفوا باللي بالدنيا، بيخالفوا القوانين وكل شيء، بتجي هاي العقوبات حتى نفسيا بتأثر عليهم بشكل كبير، لأنه هم معتبرين حالهم مو بس فوق القانون، فوق كل الناس الموجودين، فوق الشعب السوري، لا ما بينظروا للشعب السوري إنه جزء منه أو هذا مسؤولين عنه، منهم بالحكومة، منهم بال يعني النظام. فهي كل العقوبات بتأثر نفسيا ماديا، بصير بدهم يتهربوا من العقوبات بطرق اللي لازم يساووها، بدهم يخبوا مصاريهم، فهذا الخوف والقلق الدائم عندهم من مسألة العقوبات ضروري جدا، ضروري هالناس هدول ما تشعر بالأمن، مثل ما هن ما عم يعطوا الأمن للمواطن السوري لا جوات سوريا ولا برات سوريا، لازم هن نفسهم وعيالهم كلهم ما يشعروا بالأمن. تضييق يعني أن يكون هناك، تقصد تضييق على هؤلاء العائلات أو هؤلاء الأسماء. ولكن دكتور زكي اسمح لي بالتعقيب، من يراقب اليوم ما يحصل يقول أن هذه العقوبات على الأقل قبل إصدار كبتاغون 2، لأننا لا ندري بعد تفاصيل هذا القانون وإن كان سيتم تنفيذه حقا، لنتحدث سابقا قليلا، كل من يراقب يقول أن هذه العقوبات لن تمنع
تجارة المخدرات وتصنيعها، قد تؤطرها بعض الشيء، قد يعني تقوم بتضييق عليها، ولكن لن يكون هناك يعني استئصال من الجذر. هلا يعني عم نحكم على شغله قبل ما تصير، ما بنعرف شو بده يصير، ما بنعرف شو مدى خطه الولايات المتحده وجديتها بمحاربه تصنيع، لانه القانون بيقول محاربه تصنيع ونقل المخدرات. الحقيقه اذا في جديه عند الاداره الامريكيه الحاليه ب يعني يتبعوا القانون ممكن تتهاجم كل مصانع كبتكم، بيعرفوا وين واحد واحد، ما بده شطاره. نقل المخدرات بيعرفوا السيارات اللي عم تفوت، اذا بيضربوها بدرونز، بيضربوها بصواريخ، بيروحوها. وانت بعد ما يعني بعد ما بيخسروا 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 يعني بعدين شو بده يساوي؟ يعني بتحد بشكل كبير. حتما افضل من انه ما يكون في عقوبات وما يكون في تهديد ب مهاجمة المصانع، مهاجمة السيارات اللي عم تنقل الحبوب وقت بتحط عقوبات. يعني هي شغلة ما نعرف هي هلأ قديش مدى فعاليتها، لازم نصبر نشوف شو الولايات المتحدة مخططة مع الدول الجوار. يعني هو القانون التعاون مع دول الجوار اللي هي تركيا، العراق، لبنان والأردن. وهذا مهم جدا، لو مثل ما شفتي أنت حتى إذا تابعتي يعني وزير الخارجية الأردني من دمشق، هو إنه زار دمشق وعملوا مباحثات وكذا، حتى يعني في تهديد مبطن إنه إذا ما توقفت نحن عنا إجراءات تانية. يعني الأردن ما راح يوقف ساكت والإيرانيين عم يدخلوا الكبتاجون وعم يهدموا المجتمع الأردني بالمخدرات. يعني هذا هي شغلة مهمة جدا. طيب سيد عمر، يعني للأسف أسف أن أقول هذا، ولكن دائما عندما تصدر أي عقوبات على النظام السوري يقولون نجح في التحايل على العقوبات، نجح في أن يعني يتملص من هذه العقوبات، هناك أسماء معروفة، واجهات، استعمال أشخاص بدل أشخاص، وهذا دائما يحصل، والمتضرر الأخير دائما هم السوريين. هل من الممكن أن يستطيع النظام التحايل على هذا القانون مثل ما تحايل على كل القوانين والعقوبات السابقة؟ يعني الحقيقة كل القوانين التي فرضت على طبعا بخصوص نظام الأسد وتفرض عقوبات عليه، وأهمها طبعا قانون قيصر. يعني الحقيقة النظام بالفعل يعني مثله مثل النظام الإيراني وكل الأنظمة المارقة تحايل على طبعا القانون، وطبعا هناك شركات وهمية سواء بالعراق أو بطبعا بلبنان أو خارج هذين البلدين من أجل التحايل، وحتى طبعا تكشف الإدارة الأمريكية أن هذه الشركة وهذا الشخص له علاقة بالنظام، يبدأ بطبعا تغيير الواجهة وينشأ يعني شركات أخرى وهمية وإلى آخره. وبالتالي النظام الحقيقة لديه خبرة كبيرة جدا في التحايل على كل العقوبات الدولية المفروضة عليه، الأمريكية والأوروبية وسواها. لذلك أنا يعني هنا مدى جدية هذا القانون، أنه طالما يطالب بفرض إجراءات عقابية، لكن هل تضمن هذه الإجراءات العقابية القيام بعمليات عسكرية؟ هنا الحقيقة الجدية. إذا كانت إدارة الرئيس بايدن مستعدة والظروف المواتية الحقيقة مواتية جدا، لأن هناك طبعا الحرب بين أوكرانيا والحلف الأطلسي والولايات المتحدة الأمريكية مع روسيا يعني، وبالتالي الوضع بسوريا يجب أن يعني يعاقب النظام على هذا الشيء، وبالتالي من وراءه أيضا تعاقب روسيا، لأن روسيا ترعى، والإيران إيران شريك، لكن روسيا ترعى أيضا هذه التجارة، لأن النظام طبعا يجب أن يكون هناك متنفس له كي يعيش وعلى الأقل يداري الأزمة الخانقة التي طبعا تعصف به. لذلك الإدارة الأمريكية بالفعل المفترض بها أن تقوم بإجراءات حازمة. القانون كبتاجون 2 إذا كان فقط يطالب بفرض عقوبات اقتصادية فهذا يعني أن النظام سيتحايل عليها، لكن إذا تضمن طالما تحديد أماكن إنتاج المخدرات وطرق نقلها حتى حسب القانون، عندئذ يجب أن تكون هناك ملاحقة. والأردن إذا كان بالفعل جدي يعني
مطالبة النظام أو على الأقل وقف هذه الحرب التي يسميها على الحدود الجنوبية، يجب أن يقوم بها العملية العسكرية المشابهة للعملية العسكرية التي قام بها مؤخرا، وهي الوحيدة الحقيقة، لكن يقال أنه قام بها بالتنسيق مع النظام، وهذا يعني يفرغها من محتواها. يجب أن يكون هناك بالفعل دول الجوار وخاصة الأردن جدية بمحاربة تهريب المخدرات. يعني على نقطة الأردن، اسمح لي هنا، ذكر دكتور زكي أن يعني سواء خطاب أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني أو حتى كل الحديث العربي بالفترة الأخيرة عن موضوع الكبتاجون، هل العرب هم المحفز وراء إصدار قانون كبتاجون واحد كبتاجون اثنين، هم اليوم المحفز لأمريكا؟ لا، مع الأسف المحفزون هم جهود أخواننا السوريين عبر التحالف وعبر المجلس السوري الأمريكي، هم من وراءها وليس الدول العربية. الدول العربية مع الأسف يعني هذا النظام يبتز العرب ويبتز العالم بتجارة المخدرات، مثل ما يبتزهم باللاجئين وعودة اللاجئين، يقول أعطوني أموالا كي يسرقها من أجل أن يعيد اللاجئين. طبعا هو لن يعيد أحد يعني إلا وحسب ما قال وفق القانون السوري، بمعنى أنه سيخضع إلى القتل والملاحقة وعلى الأقل التجنيد في صفوفه. وبالتالي أن الدول العربية قدمت التطبيع وهي التي ذهبت إلى النظام دون أن يغير النظام من سلوكه أي شيء. وحتى موضوع يعني بزيارة الصفدي، يقال أنه يعني كان يريد عدد صغير يعني 10,000 أو 1,000، لا نعرف الرقم الدقيق، بعودة 1,000 أو 10,000 لاجئ إلى 1,000 سوري كخطوة أولى. ورفض النظام ذلك، قال يجب أن نعيد الحياة الطبيعية لهم كي يتنعموا بها، وهذا كذب طبعا. إذا أعطوني الأموال، وبالتالي الابتزاز يعني دائما بعد يومين خطفوا اثنين بالضبط، وبالتالي الابتزاز دائما يعني هذا سلوك موجود. النظام والأذى، يعني النظام يقوم على افتعال الأزمات عبر الأذى وعبر الابتزاز، ولن يتغير إلا في حالة وحيدة، إذا كان الضغط عبر القوة العسكرية. طيب دكتور زكي، يعني بعد كلام ضيفنا وأيضا ما يتحدث به السوريون بشكل دائم، انت حدثنا أكثر عن هذه القوانين وهذه العقوبات، ما مدى نجاعتها بحسب مراقبتك أنت لكيفية تطبيق هذه القوانين والعقوبات التي تفرض على النظام الكبتاجون أو حتى موضوع التطبيع الأخير أو قبلها قيصر؟ كيف تراقب تعاطي الولايات المتحدة مع هذه العقوبات؟ خلينا نكون صريحين مع الجميع وصريحين مع أنفسنا. العقوبات لن تثبت نظام الأسد ولن تغير النظام في دمشق. ما سيغير النظام في دمشق هو اتفاق دولي بهالوقت هذا. يعني الكل شايفين الوضع بالعالم تقريبا على شفا حرب عالمية ثالثة، من أوكرانيا لبوسنيا رح يبلشوا، لسوريا، للعراق، لليبيا، تونس، يعني كل اليمن، لبنان، شايف الوضع كيف. فنحن ما منقول انه العقوبات رح تغير النظام، نحن منقول انه خطوه خطوه ما بين العقوبات تبع قانون قيصر، هلا اجى قانون كبتاجون، هلا عم نشتغل على قانون ضد التطبيع، امبارح كان في قانون ادخل بمجلس الشيوخ. نحن عم نضغط باكثر ما يمكن كجاليه سوريه بامريكا، كتحالف السوري الأمريكي من أجل سوريا، المجلس السوري الأمريكي، غيرهم من المنظمات، عم نضغط بأكثر ما يمكن. نحن عم نفعل كل شيء نقدر عليه، ولا تنسي أنه في أن أعداء يعني حتى بهالسعي هذا. يعني نحن بنعرف أنه بالكونغرس في دول عم تعادي هالقوانين هاي وعم تبعت ناس مشان تقنع أعضاء المجلس الشيوخ ومجلس النواب إنه لا يعملوا هاي القوانين. فنحن ما لازم نقلل من أهمية القوانين، مهمة جدا، ولو ما كانت مهمة ما كان اللوبي الحكومة الإيرانية، لوبي النظام، إلا النظام إلا لوبي هون بواشنطن كمان، لوبي بعض الدول العربية اللي عم تشتغل ضد هاي القوانين. طب لو ما كانت يعني مهمة ولا كانت عقوبات مهمة، ليش هاي الدول عم تشتغل كل هالشغل هذا لتحاول إنه هالقوانين ما تطلع؟ فنحن الحقيقة لازم هذا النظام بيساوي نفس الشيء، النظام طالعوا قوانين ما بكون هذا ما بأثر عليه،
غلط كبير عم بيأثر عليه وعم بيأثر عليه كثير. بس دائما كنت أريد طبعا كونك تحدثت عن هذه النقطة اسمح لي بالتعقيب، يعني ماذا يعني أصلا كونك تحدثت عن اللوبيات وكيفية تأثيرها على قرار الكونغرس، مثل أن يتم طرح اقتراح من مجلس النواب بإنهاء حالة الطوارئ الوطنية ورفع العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام وعلى أكثر من حكومة أخرى غير سوريا أو دول أخرى، ماذا يعني أن يطرح أصلا هذا القرار وما مدى تأثيره على المدى البعيد؟ هذا انطرح طبعا من عدد من النواب قليلين جدا ما عندهم خبرة بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ولا عندهم أي خبرة بالوضع السوري. هدول النواب طرحوا المشروع بس من مبدأ واحد، إنه نحن شبنا بسوريا يصطفوا السوريين يأكلوا بعضهم، نحن السوريين ما عم بيأثروا على الأمن القومي الأمريكي وما عم بيهاجموا أمريكا، سفاح سوريا ما هاجم أمريكا، يصطفى يساوي اللي بده إياه بأي شيء تاني، نحن ما دخلنا. من هالمنطلق عم يجيبوا القانون إنه نحن عم نستثمر بسوريا، في عنا قوات أمريكية عم ندعم قوات تحالف، عم نطالع هاي القوانين ضد حكومة سفاح سوريا. طب شو بنبقى الشغلة نحن؟ بس كمان بدك تاخدي، يعني هذا ما لازم يكون شيء إيجابي أبدا لا للنظام، ونحن ما لازم نعتبره شغل سلبي الحقيقة. ليش؟ لأنه 24 نائب صوتوا مع القرار والباقي كله من أصل 450 يعني يعني أكثر من 90% من النواب صوتوا ضد القرار، فهذا بيدلك على العداوة الحقيقة اللي موجودة بمجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي لحكومة سفاح سوريا وملك الكبتاغون بالعالم العربي والعالم كله الحقيقة. شكرا جزيلا لك دكتور زكي لبابيدي عضو مجلس إدارة تحالف المنظمات السورية الأمريكية، كنت معنا من أريزونا. سيد عمر كشت تفضل بالبقاء معنا المحور الثاني، فاصل قصير ونتابع.